قالت كتائب عز الدين القسام إنها استهدفت قوة راجلة متمركزة في أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح شرقي خان يونس. كما أعلنت القسام تدمير دبابة ميركافا بعبوة العمل الفدائي شمال شرقي خان يونس. وفي السياق ننوه إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن كتائب القسام، والذي يفيد باستهداف بقذيفة الياسين 105 ناقلة جند شمالية مدينة خان يونس.